اهلا حبيباتي، صباح النور. ان شاء الله كامل راكم بخير. توحشتكم وجيت نزوركم بهذا الفيديو اللي بزاف 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 شباب فطرنا الحمد لله. ومن بعد تجي القهوه، خمي واش ديري القهوه، خمي واش ديري العشاء، واش ديري الفطور. ياك نضلو غير نخمو توت لا جورني. الوغ انا فطرت الحمد لله يا ربي، وربي يرزقنا اجمعين ويرزقكم بيان سور. وقلت واش ندير هاد لو بيسكوي كيما راكم تشوفوا فيه، ايلي تري تري بون ما شاء الله. جاني كيسفنج، جاني ايبونج ما شاء الله. نروحو نشوفو واش لازم. افون ما نشوفو، ديروا ابوني اللي راكم جدد معايا، وفعلوا الجرس، وديروا جيم، وتعليقاتكم بيان سور اللي نموت عليها. هذه هي، نروحو نديروا 5 حبات بيض، نسيبارو لو بلون على الجون، البياض وحده والصفار وحده. نطلعوا البياض حتى اللي تضاعف الكميه تاعه. هاد المسكوتشو صدقوني بزاف شباب، ديجا لا بروف ماشي انا اللي راني ندير لكم اليوم، راه يدير لكم بنت اختي صغيره، راهم في لي فاكونس كيما على بالكم. الوغ خليتها هي اللي دير لي لو بيسكوي باش تفهموا باللي هاد لو بيسكوي تيلمو فاسيل، تيلمو 100% تكون ريزولتا تاعه النتيجه مضمونه. الوغ مام الصغار يقدروا يديروه. طلعت لو جون لو بلون باردون البياض، طلعت حتى الضعف، وبديت نزيد لها في الصفار بالحبه. شوفوا مكوناته ساهلين ويجي ولا اروع. ماشي غير راني نشكر لكم، شفتوا الريزولتا كيفاه تجي، وبنين بزاف بزاف بزاف. نكملوا البياض الصفار كاع فوالا. وكما راكم تشوفوا هذه ماشي كوزينتي، باسكو راني ندير كنت عند اختي كي درته سجلت، ودرك عاد باش درته. ونبدا نزيد في السكر. السكر واش نحتاجو؟ نحتاجو 2 كيسان سكر. الكاس تاع السكر يرفد نقول لكم ابوبخي كاس تاع الماء اللي تشربوا به الماء، واحد 220 غرام، 220 غرام. درت كاسان، كاسان سكر، الكاس فيه 220 غرام. كملت كاع السكر 2 كيسان، وزدت معاهم مغرف تاع لافاني. بدلت الريسيبيون باسكو كان هذاك صغير. ودرك راني نزيد في كاس تاع الزيت، كاس درته شويه ناقص تاع الزيت، ناقص باصبع نقولوا هكا. نديرو الزيت، صافي 5 بيض، 2 كيسان سكر، لافاني، والزيت. ونزيدو نكملو. درت حبه ليمون، عصير حبه ليمون، ان جو دو سيترون. هذا ياوخت، ياوخت اللي عندنا كاع في الجزائر، ما ماشي في الجزائر، كاين في كاع الدول. هذا ياوخت اروماتيزي، انا درت بذوق الفاني، نبغي لو كو فاني في الياوخت. درت كاس منه، ونديرو 3 كؤوس فارينه، 3 كؤوس دقيق ابيض، ومعاهم وحده تاع لا لوفور، وحده خميره كيميائيه. فوالا ها هي لا لوفور. انا نستعمل نواره باسكو تجيني تبان لي هي سورتو في لي بيسكوي وكاع هي اللي تخلع تعطيهم تيكستور شابه وما تكحلهمش من الداخل، باسكو كاين بزاف الخمارات اللي درتهم كانوا يكحلوا لي لو بيسكوي. مي هذه نواره ما شاء الله بزاف مليحه. هذا هو لو بيسكوي تاعنا، 5 بيض، 2 سكر، 1 ياغورت، 1 زيت، و3 فرينه، و1 خميره كيميائيه، وحبه ليمون. فوالا شعلت لو فور تاعي على 180 درجه من الفوق ومن التحت، ودهنت لو مول تاعي، درت له شويه فرينه، وفرغت لو بيسكوي فيه. فوالا ابخي لي طابلي ها هي النتيجه. جا دوغي، جا ما شاء الله شباب اسفنجي ولا اروع، جا بزاف شباب. والتزيين بيان سور اختياري، ما عندك والو حطيه كيما راه، عندك معجون المشمش المشمش ديريه، عندك نيمبورت كال كونفيتور اي معجون تقدري تستعمليه، كيما تقدري ديري كلاصاج، كيما تقدري ديري شوكولا، كيما تقدري ديري لا شونتيي، اللي بغيتيها ديريها. انا درت كيما راكم تشوفوا معجون المشمش كونفيتور دابريكو، درت من الفوق هادو الكاوكاو ايفيلي،
شرائح الكاوكاو، سي دي كاكاوات افيلي، حميتهم شويه حمارو في لو فور وزوقت بهم من الفوق كيما راكم تشوفوا. هذه هي، شوفوا كيفاش يجي ولا اروع من الشكل ومن لوغو. تقدروا تقسموه ديروه دي موخس وديروه في دي كيسات وتخرجوه كي تكونوا رايحين للكشدار، والله ما تحشموا به باسكو فريمون يجي بنين. والله الناس دي فوا والله ما يعرفوا بلي مسكوتشو تالمو يلي بون. هذه شوكولا بلون، شوكولا بيضاء، راني ندير فيها من الفوقه كوم ديكوراسيون، وقلت لكم نتوما لكم الاختيار، تقدروا ديكورو بالحاجه اللي عندكم، ميم لا نوات كوكو، ميم اي حاجه ديكورو بها، حاجه اللي تبغوها بيان سور. انا كونفيتور كاوكاو شرائح وشوكولا بيضاء، هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم حبيباتي. ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، ما نتقلش عليكم وما نطولش عليكم، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله شختوا تجربوها وشوفوا كيفاش يجي من الداخل ولا اروع. يجي هشيش خفيف بنين، الريحه تاعه والله غير من برا تشميها، هذاك لو جو سيترون والافاني والياوغت يعطوه رائحه روعه. هذه هي حبيباتي، ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم، والى فيديو اخر وصفه اخرى ان شاء الله. باي باي. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real